بها مظلوم كرملا. لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم والمنكرين لفضلكم. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سعادتي فنفوز فوزا عظيما. صاحب أخا ثقة تحلى بصحبته فالطبع مكتسب من كل مصحوب. كالريح آخذة مما تمر به نتنا من النتن أو طيبا من الطيب. الإنسان بطبيعة تكوينه عادة ما يحتاج إلى الصحبة، يعني يحتاج التجانس مع أبناء جنسه، عكس بقية الحيوانات التي تعيش على المعدة والغريزة. متى ما ملئت المعدة يعني لا يفكر إلا كما الإمام علي سلام الله عليه عبر التعبير، يقول لا أكون كربيضة الغنم، يعني تهتم فقط بالعلف، إذا توفر له العلف والماء ما عنده بعد إلا نوع من الإدراك الكمي المحدود اللي يندل بها بعض الأمور بالمرتكزات الغريزية. أما الإنسان لا، عند قابلية اختزال التجربة فيحتاج أن يتداخل مع أبناء جنسه. اللي يعبرون عنا علماء اليوم يقولون عنا الإنسان مدني بالطبع، يعني بطبعه بغريزته مدني. مدني يعني إذا تريد تعزله في غرفة خاصة لو توفر له كل متطلبات الحياة يشعر بوحشة، وقد هذه الوحشة تؤدي به إلى انفصام الشخصية، يعني ممكن مثل ما سميها اليوم إلى العقد. فيحتاج الإنسان يحتاج الإنسان، وعادة ما يستغرب حتى إذا شاف قطيعة. ولذلك الآن جانب من جوانب التربية يقولون عنها علماء التربية هي القطيعة. يعني شلون القطيعة؟ يعني أنت لما تشوف إنسان منحرف، مسؤول مرتشي، تاجر مو نظيف، فرد واحد يشتغل في شغلة معينة مو نزيه، يقول المفروض أن تقاطعه، لأن القطيعة تؤدي به إلى الرجوع. يعني الإنسان يفكر، فرد يوم قيس ابن سعد رضوان الله عليه، قيس ابن سعد من كبار الصحابة ومن المنقطعين لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه، قيس ابن سعد فرد يوم تمرض في المدينة فشاف ما حد يعود للزيارة، ما حد يجي يزوره، فسأل زوجته قالها أشو ماكو غريب، يعني المدينة ما يسألون عني، ما عرفوا أني أنا أشكو من علة، مو المفروض أن عيادة المريض كذا، يعني عتب بيها نوع من العتب. قالت له لا، الناس أغلبهم يعرفون بوضعك، لكن كل المدينة وأهل المدينة هم مدينون لك، يعني الناس أنت تطلبها دين. هو رجل من الأجواد وعنده إمكانية مالية ضخمة، واللي يمر بضائقة يتعناه، يعني أي شغلة تصير عنده يروح له، فأغلب الناس يطلبها فلوس. تقول له والإنسان أحوج ما يكون لماله أثناء الشدة، فكون اللي يجي يزورك يجيب أموالك والناس ما عندها إمكانية فتسأل عليك من بعيد. قال قبح الله المال الذي يحجب عني إخواني. أمر مناديه قال أن برئت الذمة من أموال قيس بن سعد. وبمجرد أن أتم المنادي هذا النداء ووصل التبليغ للمدينة ازدحم عليه أهل المدينة حتى اختلعوا عتبة الدار من شدة الزحام. إذن الإنسان يشعر، ليش أقول لك علماء التربية الآن أنا وياك إحنا الآن بها الجلسة، يعني إحنا شكثر نعاني من بعض ناس، نمط من الأنماط، ناس منحرفة، منحرفة ما تحترم المال العام، ما تحترم العرض، ما تحترم الدم، وحنشوفهم يعني بحياتنا اليومية، وما قد يكونون من المذهب من الشيعة. لكن لو نسأل أنفسنا أن هؤلاء الناس إذا يدخلون إلى مأتم، إذا يدخلون إلى فاتحة، إذا يدخلون شلون يكون احترامنا إلهم؟ طبعا راح نحترمهم، نهش بوجوههم، أنا أشوفه بممارساتنا العملية اليومية
لما يجي فلان من الناس واحنا ندري فلان مو خشادم ومو نظيف، بمجرد ان يدخل المكان للفاتحة تتلخبط الشادر كله، يتلخبط والكراسي تتبعثر، والله اجى فلان. اي طيب مو انت تعرفه مو خوش ادمي، اقعد بمكانك واخذ ثقل حتى يعرف حجمه، حتى يعرف روحه انه مو خوش ناس وغير مرغوب به عند المجتمع، فيحاول ان يصلح. لكن اذا استقبلت استقبال حار راح يشعر بنفسه بانه خوش ادمي، يعني الاداء اللي يؤديه اكيدا جيد، والا لو الاداء اللي يؤديه سلبي لكان الناس ما احترمت كل هذا الاحترام. إذن احنا سبب من اسباب انحراف الناس او انحراف المنحرفين. فعادة الانسان، شاهد الحديث ان الانسان مدني بالطبع، يعني يحتاج الصحبة، صحبة ضرورية، لكن المفروض من الانسان ان ينتقي الصاحب، لان الصاحب كما يقال او يقول عنه بعض الحكماء يقول الجليس كرقعة الثوب، ان لم تكن من جنس الثوب بانت بنشاز. يعني الآن أنت لو قطعة قماش بيضة ويحرقها الأوتي وتريد تجيب لها بديل قطعة قماش، إذا حمراء زرقاء أي لون يبين عليها، لكن إذا بيضاء من لونها ممكن أن تكون منسجمة طبيعية. فالجليس كرقعة الثوب، لا زال أن الإنسان يحتاج الصاحب. عليك أن تختار وتنتقي الصحبة. الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه يوصي ولده الإمام الباقر، طبعا الباقر باقر علوم الأولين والآخرين، والإمام الباقر هو الإمام المعصوم المفترض الطاعة الذي أرسل القواعد الفكرية لمذهب أهل البيت في عصره. ما أعتقد أنه يحتاج، وآتيناه الحكمة صبية، لكن من باب إياك أعني واسمعي يا جارة. ظروف الإمام السجاد سلام الله عليه كانت ظروف استثنائية، يعني ظروف اللي تلت واقعة الطف وأيام الحجاج وأيام هشام والوليد والتوافه بني أمية، كانت ظروفه صعبة جدا، ما كان يؤدي دور الرسالي بالشكل الطبيعي، فكان من طريق عن طريق الدعاء، عن طريق الزيارة، عن طريق الوصية لأبنائه. فشاهد الحديث يوصي لولده الإمام الباقر سلام الله عليه بعدة وصايا، واحدة منها يقول له أوصيك بما أوصاني به أبي الحسين سلام الله عليه عندما حضرته الوفاة. يقول لبني أوصيك إياك وظلم من لا يجد عليك ناصرا إلا الله. ساكو واحد الظلم وعنده قابلية أن يدفع عن نفس الظلم، عنده علاقة بالسلطان، عنده أموال، عنده جاه، عنده عشيرة، لكن أكو واحد يفتقر إلى كل هالمقومات. فإياك وظلم من لا يجد عليك ناصرا إلا الله، قد يلجأ إلى الله تبارك وتعالى. وإياك من صحبة خمسة أصناف من الناس. إذن الصحبة ضرورية، لكن أنت من الصاحب خليك تعرف تنتقي. إياك وصحبة الكاذب، إياك وصحبة الكاذب، فإنه يقرب إليك البعيد ويبعد عنك القريب. يعكس المقاييس، وفعلا صحبة الكاذب، الكاذب ممجوج، يعني عند هسه تشوف انت ملاحظ اكو نمط من الناس يتصور ان الدين هو الصوم والصلاة وصلاة الليل وصوم الدهر والحج كل سنة وشيء، بينما تقرأ ان علامات المؤمن ان يكون صادق صدق الحديث. برد يوم هذه الآية الكريمة أنا شفت بها فتشيء الفت النظر حقيقة، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. يقول الله سبحانه وتعالى بمن يدفع، بس ما علينا بتفاصيل الآية، لكن يقول إن الله، بعض الآراء يقول إن الله يدفع بالأبدال، هذول الأبدال 40 نفر 40 واحد لا يخلو منهم زمان، يعني ما يموت واحد إلا يعين بمكان واحد آخر. هذول 40 في الأرض مجهولون وفي السماء معروفون، قد يكون بائع خضار، قد يكون عامل بنا، قد يكون شيء، ما الله تبارك وتعالى يعلم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذول الأبدال يقول يسأل بعدين بما يفضلون الناس، ليش الله يدفع بيهم، إلهم مقام كبير عند الله، هم 40 نفر يدفعون بصلاة بصيام بعبادة. يقول لا، يفضلون الناس بصدق الورع. شنو مشكلة صدق الورع اللي كل احنا نوقع بيها؟ صدق الورع الآن أنا وياك لما نمشي بالحرم الحسيني الشريف أو نطلع في أي مكان من الأماكن اللي تجمعنا مع الناس، تشوف الإنسان عادة ما يتظاهر بأنه ورع، بأنه تقي، ينتقل الألفاظ الطيبة،
يحاول أن يظهر للناس بأنه خوش أدمي. هذا أغلبنا الآن بما فيهم المتكلم. إذا تريد ترجع لسلوكه في بيته، مو هذا السلوك اللي أمام الناس. مو شو يقول الحديث؟ لو تكاشفتم لما تدافنتم. لو واحد يعرف مالات الثاني ما يمشي بجنازته، لكن المشكلة الله ساتر موجود ومستور الأمور، وأنا ما أظهر إلا بالحسنى، لكن بالبيت هم هالشكل أنا سلوكي، تلقيني غضيض الطرف، غضيض الصوت، عندي نوع من التبتل. صدقني أكو نمط من الناس صلاته بالمسجد غير صلاته بالبيت، هذا نفاق وازدواجية. وضوء بالمسجد غير وضوء بالبيت، ألفاظ برا غير ألفاظ بالبيت، هذا ما يسموه صادق، هذا كاذب يسموه منافق. بينما هذول الأبدال يفضلون الناس بصدق الورع، يعني هو ذبته هذه شمرته هاي، إذا موجود قبالة شرطي أو ما موجود هو يحترم النظام، هو هذا المطلوب. فهذول الصادقين، فيقول له إياك وصحبة الكاذب، فإنه يقرب. جعفر ابن أبي طالب سلام الله عليه، جعفر ابن أبي طالب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول له يا جعفر إن الله يشكر لك أربع خصال كنت تعملها في الجاهلية والآن الله شكرها لك بعد الإسلام. لسه جعفر ابن أبي طالب خو ما كان أكو نبي يملي عليه واحد واثنين وثلاثة، بس يقول له لا يا رسول الله والله أنا عندي أربع خصال أحترمها، ولو لم يخبرك بها الله تبارك وتعالى لما أخبرتك، هم كان ما أقول لك، بس شو سوى بعد الله وصلها لأني أعمل الخير للخير، أعمل الفضيلة للفضيلة، ما أعملها حتى يعرف عني أني من المحسنين. يقول لا أعلم أني ما كذبت قط، لأني علمت أن الكذب يذهب المروءة، فالإنسان يكذب مرة مرتين ثلاثة لما يصير ممجوج، يعني يسقط حتى من أعين الناس، مو بس من أعين الخالق جل وعلا، حتى من أعين المخلوقين. واعلم أني ما شربت الخمر قط، لأني علمت إن شربتها طار عقلي. واعلم أني ما زنيت قط، لأني خفت أن أفعل فيفعل بي. واعلم أني ما سجدت لصنم قط، لأني علمت أنه لا يضر ولا ينفع. شاهد الحديث يقول له إياك وصحبة الكاذب، فإنه يقرب عنك البعيد إليك البعيد ويبعد عنك القريب. وإياك وصحبة الأحمق، فإنه يريد أن ينفعك فيضرك. أنا ما أريد مثلا أدخل في تفاصيل قد تجرح البعض، يعني كمثال بسيط من مصاديق المقولة للإمام، إياك وصحبة الأحمق فإنه يريد أن يضرك فينفعك فيضرك. سبب وين؟ مثلا يعني واحد من مصاديقه الإمام الصادق سلام الله عليه، أو لأحد الصادقين لأحد المعصومين، فرد رواية جدا تلفت نظرنا جدا مهمة، يقول قد يترك أحدكم التقية في الكوفة فيقتل بقوله رجل من شيعتنا في الحجاز. والله شو تأمل بيها زين؟ يجي واحد يقول أنا شجاع، أنا ما أتردد، هيك من فلان ألعن فلان، مو هاي الشتائم والسباب، شنو رد الفعل مالها؟ فيقتل رجل من شيعتنا. أنت تشوف نفسك بأمين تقرب كربلاء الحسين واللي قاعدين كلهم شيعة والحكومة شيعية وما حد يندق بيك لو تشتمها من آل وبني. مو يقول لك الإمام الصادق سلام الله عليه أنت مو تحسب حسابك، هذه كلمتك قد يدفع ثمنها واحد آخر من شيعتنا تحت طائلة القتلة، تحت طائلة النواصب، تحت قبضتهم. بمن يطلعون الفرق؟ يطلعون الفرق بذاك ولا؟ وتشوف الآن أرجوكم إخواني، ترى أكو مواقف يحتاج لنا شو اسمه، أنتوا تشوفون الآن الناس تكالبت علينا من كل حدب وصوب، يعني مصيبة. يعني أنتوا شفتوا الجامعة العربية؟ مو شفتوا موقفها من سوريا؟ وشوفوا موقفها من البحرين. هذا فرد يوم من الأيام واحد إجا قال أنا عندي بعير ضايع، منو شاف بعيري؟ أكو ثلاث أخوة بالصحراء، واحد سأله قال له بعيرك أعور؟ قال له إيه. قال له الثاني بعيرك أبتر ذيل ما بي؟ قال له بلي. واحد ثالث قال له بعيرك أعرج؟ قال له بلي. إذن بعيري عندكم؟ قال لا والله ما شفناه. شنو ما شفته؟
بعيرة عندكم؟ قالوا لا والله ما شفنا، بس عمي احنا عندنا دلالة. هذا قال لي انت شلون عرفته اعور؟ هو فعلا اعور. قال له شفته من ياكل الثيل، صوب مقطوع مشلوع وصوب ماكو، اذا هذا يشوف صوب وصوب، يعني مثل الجامعة العربية. يعني تعال اقول لك ارجوك، يعني انت لما تصدر اوامرك وقراراتك وتعليق العضوية وتحيل الملف لمجلس الامن لاحترام الشعوب والهايم، وهناك شعب انتهك، شعب البحرين اغتصبت نساء وسفكت دماء. البارحة اول البارحة شفتوا بالاعلام شنو اكو هذا الرجل اللي بالسيارات داسوا بالعضي مو بين الجدران وبين هذا شي يسموه، يعني هذا ما حرك ضمير الجامعة العربية، بس يظهر العين اللي بصوب البحرين طافية وبصوب العين هذا. المهم يعني فيقول له شاهد حديثي انت متأكلب عليك من كل حدب مصاب، يصعد واحد يوقف بمحفل باعلام عن فلان جيب فلان، انت هاي مو شجاعة يسموها؟ قد يترك احدكم التقية في الكوفة فيقتل بقوله رجل من شيعتنا في الحجاز، لانه اكو ثمن راح يندفع، قد يكون مو الك لغيرك يعني. فهذا من باب الحمق، الاحمق يريد ان ينفعك فيضرك، هو عباله بهذا الكلام ينفع المذهب، بينما بالحقيقة راح يجلب الضرر والويلات والانتقام على المذهب. وانت تشوف الامام المعصوم في بعض الاحيان يوصي الشيعة اذا كان الموقف صعب يقول كونوا احلاس بيوتكم والصقوا بطونكم في الارض. ارسقوا بطونكم في الارض يعني اخذوا وضع انبطاح، شايف بالانفجار شلون يصير، حتى احتحمي نفسك من الشظايا المتناثرة من هنا وهناك. فإياك وصحبة الأحمق وإياك وصحبة الفاسق، فإنه يبيعك بأكل أو أقل. أنت لا تأمن من واحد فاسق يمشي وياك، لأنه لا زال فاسق خلاص. يعني أنت تصور إيش قد أكو ناس يعني من خلصة الأحداث وراحت وقلنا خلاص تاريخ أصبح قديم، خلينا لي وراء ويحمل ركام من الهموم والآلام والمرارة، خلي نبدأ حياة جديدة ونحتضن أبنائنا. والله حتى أنا من الناس كان توجهي ضد ما يسمى بالاجتثاث والتهميش والهذي، ذولا ناسنا خلاص مرت بهم ظروف معينة والتجأوا والأمور تتغير. والله تبارك وتعالى الإمام السجاد سلام الله عليه في إحدى دعواته يا قابل السحرة اقبلني، مو صحيح؟ فالله تبارك وتعالى الذي قبل السحرة يعني رباني على هالمنهجية منهجية القرآن فأنا أقبل. لكن بربك من يدري إلى الآن الجماعة أكو بعضهم مو الكل، بعضهم إلى الآن ينظم، إلى الآن يخطط، إلى الآن يريد أن ترجع الأمور إلى المربع الأول، إلى الآن يشتغل وإعلام، بحيث بعض أكو شباب متنظمين بتنظيمات البعث المحظور والمقبور الآن بالجديد يعني وراء هذا التغيير. إذن أكو تنظيم وأكو كسب وأكو عمل وأكو شغل، فإذا هذا فاسخ يعني، هذا حتى صحبته مو تحط يدك به، تريد تطيه من عضها، تريد تطيه خبزة عضها، تريد تقول له عيش بأمان واستقر وخلاص. 35 سنة حكمت وشفنا تجربتك، يعني شو تريد الناس تصوت لك بعد من جديد؟ مستحيل. هسه احنا ما انت روح اطرح روحك بالشارع وشوفك. هسه اكو نمط من الناس سمت ابنائها باسم طاغية العراق، مو شيء، اكو ناس سمت ابنائها باسم طاغية العراق، وحقك الان حتى اذا بطابور واقف ويصيحون فلان الكل يلتفت عليه، لا حلت بركه بيك، ايش جابك، ايش طلعك هنا، وانتهى، مو شيء يعني. الناس بعد هي لنا عايشه الالام، مو انا شفت تجربتك يا اخي، أنا شفت خيرك، شفت زايدك، بعد شو تريد ترجع لي ترجع لي المقابر الجماعية من جديد؟ 35 سنة إذا أنصفت وإذا ما أنصفت، خلي التجربة لغيرك، خلي غيرك ياخذ استحقاقه. فالشاهد مصاحبة الفاسق يريد فإنه يبيعك بأكله أو أقل، وإياك ومصاحبة وصحبة البخيل فإنه يخذلك وأنت أحوج ما تكون لماله. أكو ناس يعني حقيقة البخيل حتى مع الله تبارك وتعالى، أنت شايف هسه أكو ناس يقول لك أنا إذا أكو مآتم أوقف ألطم للصبح، وإذا أكو طبخ بتموز أوقف حتى بليط ويم الحطب والحطب يلطني وأصيح أنا خادم الحسين، بس قل له ذني مالاتك حركهن وادفع الحق الشرعي، قل له ذني اشتغل بين شوية من نام النار أوسهن. أنا قبل يومين ثلاث يعني فترة مو يومين أكثر شوي واحد عارضني قال لي انا عندي شغله يمك وشغلتي ضروريه جدا وشي تخير ان شاء الله، قال له احنا نحتاجكم طبعا بالامور الصعبه بالعادي، انت خادمك ممنون، قل لي
قال والله أني فرد يوم سويت حسنة الواحد دينت قرضة حسنة طيته أموال، وأم أنت تدري يعني سويت القرضة الحسنة مو هيجي بس لوجه الله، وإنما سويتها خدمة لأبو عبد الله لأن عنده موكب وما كانت عنده فلوس يغطي نفقات الموكب، فإجاني قال تجيني فلوس بعد الأربعينية أعطيني أغطي الموكب وأعطيك وراء الأربعينية، وصار سنتين أكلهم. قلت له شكثر أعطيته؟ قال دينت مليارين. يعني بربك بربك أنت تقنع هسه أنت قاعد قبالي تقنع واحد دينه مليارين الموكب؟ وهذا ايش قد يملك يعني؟ ومنين جماعهن يعني؟ أكيد بن حلال جماعهن ودينهن كثر. حجي هذا الحكي يعني مو مال هذا. قلت له أنا ما عندي مليارين، عندي شاب يريد يموت وعنده كليتين عاجزة عنده، بربك هذا لو يريد لعشر ملايين المستشفى الخيالي ببغداد نبدل له كلية يطينا ما ينتهي. بس هي صفقة تجارية وخسرت. شيلة علاقة الحسين انت جيت تدين لك واحد مليارين حتى يمشي له موكب، ماكو موكب يكلف هسه جوزا مواقبنا كلها ما تكلف هذا الرقم. اذا هذا هيك نوعية وهيك نمط من الناس الرفقة وياه تصير جدا فاشلة، نتائجها فاشلة. الامام السجاد يقول له اياك وصحبة البخيل. شوفه يشتغل يمشي يتاجر بأموال، قد يشتغل حتى بالربا، لكن يقول له أكو حق شرعي، يقول له أكو مريض، أكو مشروع للتكافل الاجتماعي، يصير شحيح يبخل عليك وأنت أحوج ما تكون إلى ماله. وإياك وصحبة قاطع الرحم، فإنه ملعون في مواطن عديدة من القرآن الكريم، وفي رواية أخرى يقول وجدته ملعون في خمسة مواطن من القرآن الكريم. إذن مبدأ الصحبة كما أسلفنا مسألة ضرورية بالنفس الإنسانية، الإنسان مدني بالطبع يحتاج الصحبة. بس طبعا إحنا عندنا تاريخ ضخم من تاريخ الصحبة، لما تمر تطل على الصحابة تشوف مجتمع ضخم في المدينة المنورة كانوا يعيشون حول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا بعض المسلمين يسموهم الكل يسموهم صحابة، والبعض لا يتحفظ أن الصاحب هو الذي على نهج صاحبه على طريق صاحبه. فرد يوم من الأيام تشوف شوف الصحبة النظيفة اللي تمشي على النهج على الخط الصحيح شلون المؤدى مالها مضبوط يكون. فرد يوم من الأيام ستشوف مجتمعنا وحتى المجتمع السابق، احنا هذا ما وجدنا عليه آباءنا، المجتمعات عموما احترامها وتقديرها للإنسان على ضوء ما يمتلك من مال، على ضوء ما يمتلك من جاه، على ضوء ما يمتلك من سلطة، على هالأساس احترام الناس. أما تجي تلقي لك رجل أسود اللون أعجمي القومية مملوك لامرأة يبيع التمر في أسواق الكوفة، لا تتصور المجتمع يقدر يحترمه ويسوي له مكانة. قد يجوز من يقعد لما أتم أحد يطيش سكان شاي مثل هذا المقام. الآن تروح للكوفة، تروح إلى الكوفة تدخل البارحة، البارحة كان يوم وفاته ميثم التمار سلام الله عليه رضوان الله عليه، لما تدخل إلى الكوفة شبيه من رؤساء أربع وشخصيات، تعرف أن عمرو بن الحجاج كان رديف هاني بن عروة رضوان الله عليه، رديفة بالقبيلة يعني قبيلته يقولون عنه إذا ركب ثمانية يركب بثمانية آلاف دارع وأربعة آلاف فارس يعني 12,000 من مراد، وإذا تلاحقت الأحلاف من كندة يركب بـ30,000. هذا واحد. شبث ابن ربعي نفس المضمون، عمر ابن حريث نفس المضمون، شمر ابن ذي الجوشن، هذول شخصيات بالكوفة. الآن تروح للكوفة تلقي أثر، تلقي قبر، تلقي معلم، بينما رجل أسود اللون أعجمي القومية رجل مملوك لامرأة هم حتى حريته كان ما يمتلكها، الآن من تدخل إلى الكوفة تشوف قبة ومزار يتشرف به القاصي والداني، البارحة قبر ما شاء الله صاير مثل خلية النحل، ناس طبة وناس طالعة، قبر ميثم التمار. شنو اللي خلاه يتألق؟ خلته يتألق الصحبة، مو أكو غيرها شنو عنده رصيد؟ لكن يدخل على أمير المؤمنين وصديق الإمام صاحب الإمام بس صحبة نظيفة، صحبة بصدق،
مو صحبة بنفاق. كيف بك إذا دعيت إلى البراءة مني؟ قال والله لا أبرأ. قال إذن تقطع يداك ورجلاك وتلجم، وأنت أول من يلجم في الإسلام. بالمناسبة ترى أحيانا يكون خلط عندنا، حبانا أن ميثم ابن يحيى التمار قطع لسانه، اللي قطع لسانه هو رشيد الهجري رضوان الله عليه. رشيد الهجري قطعت يداه ورجلاه واجتثوا قطعوا لسانه، لأنه رشيد المنايا والبلايا، وكان يتحدث بأسرار وفضائل ومناقب آل محمد صلى الله عليه وآله. أما ميثم ابن يحيى التمار فألجم بلجام فرس، فيقول للإمام علي سلام الله عليه تقطع يداك ورجلاك وتلجم وتعلق على خشبة وأنت عاشر عشرة، عشرة اللي ينعدمون معاك، أقصرهم خشبة، أقربهم إلى المطهرة إلى الأرض، وتبقى معلق 3 أيام، وفي اليوم الثالث يبقر بطنك بحربة فيبتدر من خرك دم فتموت. أرجوك أن أسأل واحد يقول لي أي واحد بينا، مو بس أنا يعني، فليش أنتقص من نفسي زيادة يعني؟ لو يقول لي أنت بعد شوي إذا بقيت الليلة بكربلاء راح يصير انفجار وتتفجر وتتقطع أجلاء، منو بينا يتحمل هذا الوصف؟ وأنا متأكد على حسن عاقبة، مو شيء تزاير الحسين وشيء، لكن تدور لك منفذ، تشوف لك طريقة، تستخدم التقية، تستخدم لها، تشوف لها فلتر. طريقتنا العراقية سهلة. بينما هذا يقول له والله لا أبرأ. قال إذن تقطع يداك ورجلاك. شنو والله لا أبرأ؟ إحنا إلى الآن أكو ناس من تقرأ القرآن تقول صدق الله العظيم، أخاف يقولون عنا شيعي. مو إلى الآن يعني ما عنده قابلية يصرح بعقيدته. إلى الآن أكو ناس إذا طبوا بعض أمكنة وشي واتخذتم باليمين من علامات التشيع مو شي، صاروا يوخرون الخاتم، أخاف يقولون عنا هذا شيعي ويعرفوه. يقول له والله لا أبرأ. قال إذن تقطع يداك ورجلاك وتلجم وتصلب وأنت عاشر عشرة ويبقر بطنك بحربة فيبتدر من خلوك دم فتموت. قال أصبر إن ذلك في الله قليل. ما مقدم شيء أنا لله، كل عندك قابلية يعني بهالشكل تصبر وإن ذلك في الله قليل؟ قال بلى. قال إذن تكون معي وبدرجتي يوم القيامة. شايف يعني معا، وهذه رواية الشيخ المجلسي بالبحار وكانت معلقة في باب ميثم ابن يحيى التمار قبل التعمير واحتمال تكتب. إذن تكون معي وبدرجتي يوم القيامة، تألق وصل لي المقام. ليش؟ لأنه صاحب صحبة بها حظ، يعني مثل ما تقول صاحب مضبوط، فصاحب أخا ثقة تحظى بصحبته فالطبع مكتسب من كل مصحوبي. بينما ابن نوح أبو نبي من أولي العزم، وما شاء الله أولي العزم يعني لا غبار عليه، بحيث صور إبراهيم بطل التوحيد، القرآن الكريم يقول وإن من شيعته لإبراهيم، يعني من شيعة نوح، لا غبار على نوح ولا عند لقمة حرام، ولا ممكن في يوم من الأيام أكو فرد انحراف في أسرته وعائلته لأنه نبي. وإذا بالقرآن الكريم يفصل هاي العلاقة، قال يا نوح إنه ليس من أهلك. مو نوح لما سأل الله سبحانه وتعالى نزل العذاب وسأل على أهلك، قال لا أهلك أنا أنجيهم، فابنه صار من الغارقين من الغرقى. التفت قال له ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. طيب ليش ليس من أهلك؟ إذا قلنا الإبن هو ابن صلب نوح، ممكن أن تكون الأم أجلكم الله منحرفة، لكن هذا لا يمكن أن يكون الانحراف، يصدر الانحراف من زوجة نوح. ترى إحنا بالمناسبة أخاف أكو بعض الناس تريد هو شلون يخلي الواحد يقتلك؟ شلون يعبئ على قتلك؟ لازم يقنع الناس بانحرافك، فوحدة من الانحرافات اللي يقنعون بها القتلة لقتل شيعة أهل البيت، وحدة منهم أنهم يطعنون بشرف عائشة. وطبعا هذا اللي يسمع هالشكل من منابرهم يستبيح دمك لو ما يستبيح دمك، لما يجمعون القتلة بمسجد ويخطب له خطبة طويلة عريضة بمناقب عائشة ويقول للشيعة يطعنون بعرض عائشة، هو أكيد راح يستبيح دمائنا. بالمناسبة أخواني
ترى ما راح تلقون مصدر في يوم من الأيام عند الإمامية يطعن بشرف عائشة أو يتهمها أجلكم الله بالبغاء أو الانحراف. هذا إحنا ما نقوله شكل هم حتى يرتاحون هم وغيرهم، إحنا مو احتراما لعائشة وإنما احتراما لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن عقيدتنا قائمة ما بغت زوجة نبي قط، لأن الله لا يدنس فراش الأنبياء. يعني هسه الآن أكو ناس مكيفين أم المؤمنين فلانة أم المؤمنين فلانة، ما أعرف شلون ليش أم المؤمنين حرم زواجها على غير النبي، ترى مو احتراما إلها، هي لو كانت أم للمؤمنين فعلا لجاز للمؤمنين الدخول عليها بغير حجاب. موش الأم، مو هذا حكم الأم، يا لا مو يدخل عليها الابن بغير حجاب، بينما ما يجوز وقرن في بيوتكن، ما يجوز أن تخرج بغير حجاب، إذا ليش ما تتزوج احتراما لرسول الله حتى لا يوطأ فراشه، مو تقديرا وتبليغ تقديسا اللي قاموا ينتزعون علامات التقديس مالات النبي يجيبوه، لا لا مو شكل. فشاهد حديثي ما بغت زوجة نبي قط. طيب ليش القرآن الكريم يقول له إنه ليس من أهلك؟ كل المفسرين يحومون ويفلترون بالموضوع يقولون لم نجد سببا لانحراف ابن نوح إلا رفقاء السوء إلا أصحاب السوء. الآن إخواني إحنا عندنا في الظاهرة طبيعية، صارت طبيعية الآن، أسا ما أدري هي زينة مو زينة ما أدري، سقد واحد يقول بها نوع من المتنفس، هذه الساحات الكبيرة اللي بدأت تتأجر ويطيروها بآرسي ويزرعون بها بعض المشجرات ويخلون بها الطاولات ميوزة وتقعد الشباب الـ 12 بالليل للوحدة، ما ندري شكو وراها، مو تدري شكو جوه، تدري شكو بالوجاب. يعني أنا ينقل لي واحد، يعني ينقل لي يقول لي أكو نرجيلة قيمتها 18,000، يعني تيجي تقول له أنا أريد نرجيلة من أم 18، طيب هاي شنو الـ 18؟ حتى هاي الجقائر الكروت اللي كان يشرب منها طاغية العراق يمكن ما بيها الجقارة 18، بس هذه نرجيلة ب 18 أخاف بيها بلية، يعني مو أكيد يعني بيها وإلا مو خالية، ليش هاي قيمتها معقولة قيمة التبغ اللي بيها؟ هذه كثير من عندنا الآن من يقعد بالبيت ويطلع وللمأتم ويسير مناسبة ويرجع بالتسعة ووين الولد مسير وين ربعه وبالقازينة ويقعد ويرتاح ويسولف وينعس وينام والولد ماكو ويجي ب 12 بالوحدة بالليل وطلع. والله أنا أحيانا أفوت على هاي بالسيارتي وأطلع ويطلعون شباب تلقيه خدران وقلاته ومرتشي على صاحبه والموبايل، وضع مبين مريب يوضع عليه ألف علامة استفهام. أرجوك يا أخي إذا تركت ابنك بهذا المستنقع إيش تتوقع منه باكر؟ شنو النتيجة؟ إذا ابن نوح نبوة وإيمان وتقوى ورع وانحرف ابنه عن الخط، عاد إحنا اللي طعامنا بشبهة وبمحرمات وبمشاكل وحياتنا وعقائدنا بها ضبابية، أنا أحمي ابني وهو سايب بذن الأماكن؟ مو المفروض أخلي عيني منه أتابعه؟ إذن شاهد الحديث الصحبة اللي أدت بانحراف ابن نوح، ولذلك الإمام السجاد يقول له الشكل بني إياك أن تصحب هذه الأصناف، لأن من تصحب أكو فريد شيء من العلقة تصير. هسه أنت شوف هنا، إحنا هنا أكو نمط من الصحابة مثل ما قلنا أخذوا من علي ابن أبي طالب سلام الله عليه مستمسك، يعني وضعوا أيديهم على علي ابن أبي طالب بعض الصحابة، وبعض الصحابة لا شذوا عن طريق علي. كثير من الناس يقولون أن مبدأ التشيع بدأ وظهر بعد فتنة الكبرى اللي يسميها طه حسين الفتنة الكبرى اللي مقتل خليفة الثالث عثمان، بعضهم يقول أيام بعد استشهاد زيد صارت مسألة التشيع وظهرت، بعضهم يقول لا هذه صارت بعد شغلة الهدنة التي وقعت بين الإمام الحسن سلام الله عليه والدولة الأموية. أخواني ترى للعلم أن التشيع كان يشار له في عهد النبي صلى الله عليه وآله، لا بعد مقتل عثمان ولا أيام استشهاد زيد الشهيد ولا غيره، وإنما النبي صلى الله عليه وآله كان يشير في أكثر من مناسبة إلى كلمة شيعة لعلي ابن أبي طالب، ولذلك كلمة شيعة هم الأتباع، لكن بعد علي بن أبي طالب أصبح النبي يشير هذا وشيعته، حتى عندما نزلت الآية الكريمة
أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. التفت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي قال: يا علي، أتدري من هم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هم أنت وشيعتك على منابر من نور حولي في الجنة. لكن هذول اللي يقولون، حتى أعطيك الفكرة زين، اللي يقولون أنها نشأت فكرة التشيع بعد مقتل عثمان أو استشهاد زيد سلام الله عليه أو صلح الإمام الحسن مع الدولة، اتبلورت الفكرة سياسياً بحيث كلمة شيعة اللي هي الأتباع كانت كلمة مصطلح عام. شيعة آل أبي سفيان، مو الإمام الحسين سلام الله عليه كان يخاطب جيش الأموي يقولهم يا شيعة آل أبي سفيان، لكن يريد يقول أن الفكرة متى تبلورت بحيث بمجرد أن تذكر كلمة شيعة ينصرف الذهن لمن؟ لشيعة علي بن أبي طالب. يعني قفلت بهذا المصداق قد تكون بعد هذه الأحداث، أما كلمة شيعة وإشارة شيعة لعلي بن أبي طالب في عصر النبي صلى الله عليه وآله، والقطع إليه، قطع لعمار بن ياسر وسلمان المحمدي وأبو در الغفاري وخزيمة بن ثابت وابن تيهان، كثير من الصحابة انقطعوا لعلي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام ودفعوا حياتهم ثمن. ترى مو سهل، يعني أنت الآن كل اللي تعانيه هو تعانيه ترى ضريبة التشيع، ولذلك إحنا مستسهليها للشغلة. ليش؟ لأن ثمنها يسوى، يعني المال يسوى. أكو كلمة عندنا بالعراق من يقدم واحد تضحية يقول له المال يسوى. المال يسوى هو علي بن أبي طالب سلام الله عليه، وإلا وحقك لو تأتلها للمعادلة تعكسها للمعادلة وتجيب هذاك توديه هنا وتخلي عادي لكان العراق كله يستقر ومؤامرات ماكو دنيا. إلى الآن أكو دول عندك عربية ما فاتحة سفارة بالعراق وما راح تفتح سفارة، لا زال أكو اسم تشيع وأكو أشهد أن علي ولي الله. إلى الآن أكو ناس ما تقدر تطيق أن تكتب بلوحة المطار مطار النجف، بلوحة المطار ما يريد يكتب مطار النجف، وخاصة تشوف الآن من المدينة المنورة أتحدى واحد يقول فد يوم بمطار المدينة شفت باللوحة للنجف، حتى إذا طار الطائرة للنجف يكتبون بغداد، ومن الطريق هناك تحول على النجف إذا ريدي يحول، أما يكتبوا له نجف باللوحة فلا، بغضا لعلي بن أبي طالب سلام الله عليه. إذن هذا كل ضريبة تشيع، لكن ليش ما قدروا؟ يعني ليش علماء الاجتماع يقولون كل فكرة حتى لو تكون ناهضة، كل عقيدة مهما تكون قوية ومتجذرة ما يطول عمرها أكثر من قرن واحد إذا سلط عليها إعلام 100 سنة، يعني قرن 100 سنة تنتهي تندثر. بينما تشوف التشيع الطرق على رأسه من الأمويين والعباسيين إلى يومنا هذا 1400 سنة، وكما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سيأتي عليكم زمان، يقول يا علي سيأتي على أمتي زمان يعيرون زوار قبوركم كما تعير الزانية بزناها. مو اليوم، اليوم جاي يشتمونا بأبشع النعوت، ينعتونا بالكفر والشرك والرفض والما أدري شو يسموه، البويهية والقرامطة والبل، كله بسبب زيارة المراقد المقدسة. إذا ليش ما قدروا 1400؟ نظرية علماء اجتماع صح لو غلط؟ لا صحيحة، وراحت هواية أفكار واندثرت هواية عقائد، بس ليش باقية هذه العقيدة؟ باقية لأن عقيدة ترسخت بالدم، والسيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب. أكو واحد ينكتب تاريخه بدم ويقدر واحد يجي يعبث بيه في الإعلام بجريدة أو تلفزيون أو قناة فضائية؟ محال، وإحنا الدم داخل في تركيبتنا. ولذلك أنت سأشوف الأئمة سلام الله عليهم، الأئمة كلهم من تدخل في تاريخهم تاريخ الوفاة وتاريخ الولادة موضع اختلاف، مو موضع خلاف، لو مو موضع خلاف اتواس المتطلعين تعرفون أن وفاة الإمام الحسن مرة 7 صفر مرة 28 أو 29 صفر، وفاة الإمام الرضا كذلك، كل وفيات الأئمة لما تقرأ على رواية على رواية، فروايتين ثلاث بس أكو مشهور منها، فنحن نأخذ بالمشهور ونقيم المناسبة.
هم سمعت اثنين اختلفوا على واقعة الطف، واحد قال 8 بشوال، واحد قال 12 ربيع. حتى من النواصب، حتى من الخصوم، متى حصلت؟ يوم 10 محرم المسمى عاشوراء. ليش؟ لأن الحسين كتب تأريخه بالدم، ما يقدر واحد يجي يمسح دم. فلذلك التشيع ترسخ لسبب، لأن الدم دخل في تركيبته من حجر بن عدي الكندي إلى يومنا هذا. الشيعة يدفعون الدماء تلو الدماء، فمحال أن يستطيع أحد أن يعبث بهذا التاريخ إن كتب بالدم. هسه حجر بن عدي الكندي وغير حجر بن عدي، دول اللي قلنا تمسكوا بعلي ابن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، أكيدا إلهم فرد مقام كبير، لكن يبقون أصحاب الحسين اللي جسدت بهم صحبة الحسين، يبقون عندهم فد نوع من التألق خاص بسبب، يعني طبعا أسباب أخو. ولا ليش الإمام الحسين سلام الله عليه يقول اللهم إني لا أعلم أصحاب الخير من أصحابي، ولا أهل بيت أوفى وأبر من أهل بيتي. بس لا أعلم يظهر على وجه العموم، على وجه الإطلاق، أنا ماكو أصحاب مثل أصحابي، لا من أيام الأنبياء وحتى أصحاب النبي في بدر. لأنه أنت تدري أصحاب النبي في بدر كثير من المسلمين يقول إن الله اطلع على البدريين فغفر لهم، مو شيء، لكن ما ينسجم الحديث، ما يصمد أمام المناقشة. إحنا ناس موضوعيين، نحن أبناء الدليل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتوجه لفتح مكة يقول اللهم احجب أخباري عن قريش، أو يجي واحد من الصحابة يكتب القريش خذوا حذركم أن محمد يستعد لغزوكم، أو ينزل جبرائيل ويقول له يا رسول الله ترى فلان كتب لقريش، ويبعث خلف المرأة يجيبها سارة يجيبوها يطلعون الكتاب منها. شلون هذا هم من أهل بدر؟ شلون غفر الله له؟ إلى الآن هو إلى الآن فتح مكة سنة 87 للهجرة، وبعد النفاق والهوى شلون الجماعة اللي صارت 12 سنة من ساقط طاغية العراق ولهسه الهوى والتنظيمات مشتغلة أكو عند بعضهم؟ يعني هذا شلون تسميه منصف؟ شلون تسميه صحابي؟ شلون تسميه محترم؟ فشاهد أن النبي صلى الله عليه وآله أصحابه في بدر ما يرتقون إلى مستوى الحسين، أصحاب الحسين. ليش؟ لعدة أسباب، بس الأسباب اللي إحنا نشوفها الظاهرية، نحن لا نعلم علم اليقين بالأسباب الباطنية والغيبية، لكن نحوم حول الأحداث. أولاً أصحاب النبي في بدر كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بماذا يمنيهم؟ مو كان يمنيهم بإحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة. والنصر ماذا يعني؟ يعني الغنيمة، مو العير أو النفير. فلما تركوا العير وطلع بها أبو سفيان، النفير ممكن يحصل به غنيمة، يحصل منه درع، يحصل منه أموال، يحصل منه شيء. ودول أثرياء مكة إجوا للحرب، الوليد وعتبة وشيبة وغيره وأبو لهب وكل اليمونة اللي عندها أموال وطاقات مالية ضخمة ممكن أن يحصل منها غنيمة. هذه نقطة. أصحاب الحسين سلام الله عليه قالهم أنتم تقتلون برمتكم، ما راح يبقى منكم حي. اثنين، أن أصحاب النبي ببدر الله نصرهم بملائكة، والنبي قال له بألف من الملائكة مردفين، أنا ناصركم بهذا الألف. هنا النصر الملائكة، النصر الغيبي، انحجب عن الحسين وأصحاب الحسين سلام الله عليه. ثلاثة، من نوعية التعبئة العسكرية، أصحاب النبي بدر 313 ومجموع الأقبالهم مش كثر؟ ألف، يعني ثلث، مو ثلثهم. بينما شوب الله أخذها بقياس النسب، هذول أصحاب الحسين سلام الله عليه 70 وقبالهم 30,000. شقيت؟ لا يرهم عشر العشر ولا ربع العشر ولا ما أعرف إيش كثر بالنسب، بقياس النسب يطلعون قياسا إلى الثلث اللي قاتلوا به أصحاب النبي صلى الله عليه وآله. ثلاث، اللي أهم من هذا، أن أصحاب النبي قاتلوا قتال قبلي، يعني قبيلة القبيلة، قريش قاتل الأوس والخزرج، وممكن أن يكون القتال القبلي هاي قبيلة تنتصر على أخرى، بينما هنا يقاتلون دولة، والدولة إذا انبادوا 30,000 راح يمدون بعد 30 وبعد 30. إمكانيات دولة ما توقف عند حد معين،
وهم 70 بتعدادهم، ويجمعهم الإمام الحسين سلام الله عليه يقولهم أصحابي القوم لا يطلبون غيري، وإن ظفروا بي شغلوا عن طلب سواي، فاتخذوا من الليل جملا، وليأخذ كل رجل منكم بأد رجل من أهل بيتي وأنتم في حل من بيعتي. هذا مو خلاص، مو إذن عام ما علي حتى مسؤولية. يقوم لزهير بن القين يقول له والله لو أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ويفعل بي مثل ذلك 1000 مرة على أن يدفع الله بذلك القتل عنك وعن هؤلاء الفتية لقبل، فكيف بها قتل واحدة؟ ويقوم لواحد آخر قال لهم جزاكم الله خير، عزال مصرين على الموت. نخل أعطيكم فكرة، إذا كلكم تقتلون، أخاف واحد عنده أمل عبالكم مبالغة. قام للقاسم ابن الإمام الحسن سلام الله عليه، عمره 11 عام، وجهك في القتل القمر الطالع، قال يا عم وأنا منهم؟ أنا هم أقتل، عمري 11 سنة، أنا أخاف ما مشمول. فسأل الإمام الحسين قال له أولا سألك خبرني كيف ترى الموت، شلون تشوفه؟ قال والله يا عم إن الموت بين يديك أحلى من الشهد. قال إذا تقتل أنت وحتى ولدي عبد الله الرضيع يقتل. خلاص بعد انتهى، هذا قرار نبوة، يمتلك قرار إمامة، يمتلك الولاية التكوينية والتشريعية. قلهم إذا أنتوا جزاكم الله ألف خير، إذا أنتوا هالشكل واصلين لها المرتبة من الإخلاص، أنا عائلتي ترى مسبية، وأكو بعضكم عند نساء، وما أريد أعرض نساءكم للسبا، اللي عنده مرة خلي يستغل الليل، ترى الصبح إحنا مقتولين، يطلع يوصلها إلى مكان معين ويرجع. علي بن مظاهر الأسدي أخو حبيب قام دخل على زوجته، ويجي واحد بطران ووقف هنا، هنيالك يا حبيب، لا سيدي اجلس عند حبيب جلسة العبد الذليل وحقك، وتوسل إلى الله تبارك وتعالى بحرمة حبيب تقضى الحاجة، مو اجتهكم علي هنيالك يا حبيب على اعتبار لو أنا مكانك كان سويت مثلك. لا يا سيدي لا لا، رحم الله من عرف قدر نفسه. رجع علي بن مظاهر دخل لزوجته واقفة باب الخيمة، قالها سمعتي حديث الحسين؟ قالت له سيدي أنا سمعت همهمة بس ما عرفت شنو قال. قال الحسين يقول نسائي مسبية، واللي عنده زوجة معاه خلي يوديها، وأنا سابعتك إلى حي من أحياء بني أسد يوصلوك إلى أمان. نطحت رأسها بعمود الخيمة، قالت علي هل خنتك يوم؟ قال ما حاشا لله، أنت أبل وأنبل وأكرم وأبقى لله من أن أوبخك بخيانة، ما الخبر؟ قالت لما تريد أن تفارقني؟ أنت تذهب إلى الجنة وأنا أذهب إلى النار، والله أنت تقتل كما يقتل الحسين وأنا أسبى كما تسبى زينب. رجع للإمام الحسين قال له سيدي أبت الأسدية أن تفارقكم. قال بورك بكم من أهل بيت. وطبعا فعلا انسبت العوائل، انسبت النساء، احنا سراجعين الى موضوعنا، بس هالمشهد يألم شوية، خلي اذكر لك اياه لازال مرينا، انسبت بس النساء اللي انسبت مع زينب ترى حدها للكوفة بس ما كملت السبيل الشام. ليش؟ لانه صارت نكسة الضمير الانساني اللي يسميها العباس محمود العقاد. قاموا من خلوا لهم خربة بالكوفة، قام يجي كل زعيم قبيلة يوقف بباب الخربة يصيح أين الأسديات؟ أخرجنا لقد أخذنا لكني أمان من الأمير. يرحون للأمير يأخذون أمان، يطلق سراحا. يوقف زعيم بني تميم، أين التميميات؟ لما فرغت الخربة ظلا بس الهاشميات، بقيت زينب وأخوات زينب تتلفت يمينا وشمالا تريد من ينادي أين بنات الزهراء؟ أين بنات علي ابن أبي طالب؟ ماكو. ولذلك تتلفت يمينا إلى جهة الكربلاء تقول أنا منين أنا منين أبو فاضل أجيب، أنا منين أبو فاضل أجيب وراوي حال اخت الغريب، أنا رايح العباس أقل نومك يا عمي مو محل. هذا المواقف لأنصار الحسين تجسدت يوم عاشوراء بأروع صورها. ليلة عاشوراء قال لهم إذا الشكيل ونساءكم مستعدة للسبا، إذن خذوا
حريتكم بهالليل. انتوا هالليل البهيم ما بينكم بين الحياة، الفراق الحياة إلا هذا الليل. باتوا لهم كدوي النحيل. لحظة من اللحظات حبيب الزعيم، حبيب القائد، حامل راية الحسين، دخل علي نافع بالليل. قال له نافع ما أخرجك في هذا الليل؟ قال له سيدي والله أنا مريت وشفت الحسين سلام الله عليه تفقد أكمه، والحسين انتزع يده من يدي ودخل إلى الحوراء زينب، وزينب يظهر إلى الآن بعد ما مستقرة من عندنا. أشو تسأل الحسين؟ تقول له أصحاب الشدة قليلون أبا عبد الله، أنا أخشى أن يخذلوك أثناء الوثبة وعند الوثبة واصطكاك الأسنة. فقلت لازم أروح الحبيب أقول له زينب ما مستقرة لازم نطمنها. قال له شو تريد نافع؟ قال له أريد نطلع هسه ونروح نوقف يم زينب شوي نطمن، هذه بنت الزهراء. طلع حبيب ابن مظاهر وقف على مرتفع من الأرض، نادى يا ليوث الصفا ويا فرسان الهيجاء، خرج الأنصار والهاشميون، يتقدمهم أبو الفضل العباس رامي العمامة من راسه وهو يقول لبيك لبيك يا حبيب، لمثل هذا اليوم ادخرني والدي. قال ارجعوا يا بني هاشم، أنا لم أقصد وإنما أقصد الأنصار بدعوتي. أخذ أصحابه إلي إلى أن وصل إلى باب الحوراء زينب. السلام عليكم يا أهلنا، السلام عليكم يا عزنا، السلام عليكم أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة. الحسين سلام الله عليه قال زينب انت عرقت مضاجعهم، كانوا مستقرين مخيماتهم، كلميهم يا زينب. اتزرت بأزار أمها الزهراء ونادت أنسبوني من أنا يا محين الليل بالعباد، يا أهل الشيم هذا محلكم وللموازمة تذخر هممكم، ما هي من أسبى يكرم منكم تخلون بالشدة حرمكم. صوت الليل مسموع يظهر، وصل صوت زينب للعباس، وإذا بأبي الفضل العباس حاسر الرأس حافي القدمين رامي العمامة من رأسه ويده على قائم سيفه. وصل عنده قال زينب تخافين وأنا موجود؟ تقل لنا خايفة، أنا خايفة. لا تقول مدري يا عباس يا صوان خدري، خويا أنا خايفة ينتك ستري. حملت مال الأكوائر بعد خدورها، الله ماذا تحمل الأكوار يا الله. إخواني فرصة أن يكون تحت قبة الحسين وهي دمعة، نسأل الله أن يقضي حوائجكم. كل احنا محتاجين، بلدنا محتاج من أقصى إلى أقصى، إذا ما عندنا احنا عاجات فبلدنا محتاج. نسأل الله أن يحقن دماء العراقيين، نسأل الله أن يفتح عليهم شبابيب الرحمة. اللهم من أرادهم بسوء فأريد. تخل نقرأ الآية الكريمة، بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطرين، يا كاشف كرب المكروبين، ويا غياث المستغيثين،
اللهم نسألك بجلال وجهك الكريم، ونتوسل إليك بالحسين الوجيه، صل على محمد وآل محمد، وفرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر وهو أقرب من ذلك. اللهم اجعل بلدنا وسائر بلاد المسلمين آمنا، وارزق أهله من الثمرات. اللهم انصر علي بن أبي طالب في شيعته، اللهم من أرادهم بسوء فارغ، ومن كادهم فكيل. اللهم اشفي كل مريض، اللهم اقضي دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروه، اللهم رد كل غريب إلى وطنه سالما غانما، ولا سيما حجاج بيتك الحرام وزوار قبر أبي عبد الله الحسين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور، وعيب مستور، وحوائج مقضية. المؤسسين لهذا المأتم تقبل اللهم عملهم بأحسن قبولك، واجعله ذخرا لهم يوم القيامة وإلى أماتهم وعمات الحاضرين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.